السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة بنقدم لكم وصفة طبيعية مجربة وفعالة لتسمين الساقين بالنسبة للأخوات اللي كيعانيو من ضعف على مستوى الساقين. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفة ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتي وصفات أمينة لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. فهاد الوصفة غادي نحتاجو 3 زيوت طبيعية كتكون متوفرة في المتاجر اللي كتبيع هاد الزيوت ولا في صيدليات الأعشاب. ممكن أخواتي تاخدو غير قنينات تكون صغيرة من هاد الزيوت فهي كافية. غادي نحتاجو في الزيت الأولى الزيت ديال الحلبة، فهي غنية يعني التعريف، هذا هو الشكل ديالها أخواتي كما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجو في الزيت الثاني زيت إكليل الجبل يعني زيت اليزير، وغادي نحتاجو في الزيت الثالثة زيت حبة البركة، هو الشكل ديالها أخواتي كما كتشوفوا معايا. غادي تاخدي أختي نسب متساوية من هاد الزيوت، غير قنينات صغيرة تكون متساوية في الحجم بحال هاد الشكل، وغادي تخلطيهم مزيان حتى يندمجوا، وتحتفظي بهاد الزيوت اللي خلطتي في واحد القنينة كبيرة، ومن الأحسن تكون معتمدة اللون، يعني تكون هاد القنينة لونها داكن باش تبقى الزيوت محافظة على الفوائد ديالها، يكون اللون ديالها بني داكن، وباش تبقاو تستعملوا من هاد الزيوت أطول مدة ممكنة. بالنسبة لطريقة الاستعمال، في كل يوم أختي في الليل قبل النوم غادي تمسحي الساقين ديالك بمنديل يكون مبلل ودافئ، يعني ديما كيفما كنوصلكم خاصنا ننظفوا المنطقة اللي بغينا ندهنو في الأول عاد باش غادي نبداو في تطبيق الوصفة. غادي تدهني أختي واحد شوية من هذوك الزيوت، تاخدي واحد شويه وتدهني بها الساقين ديالك مع التدليك. غادي تعملي مساج خفيف لمده ديال 15 دقيقه، غادي تدلكي الساقين ديالك من الاسفل الى الاعلى بشكل دائري لمده 15 دقيقه. هاد الوصفه هذه كتستعمل غير مره واحده في اليوم في المساء قبل النوم. وبالنسبه للاخوات اللي كيبغيو نتائج سريعه ممكن ليهم يستعملوا هاد الوصفه هذه جوج مرات في اليوم، مره في الصباح ومره في المساء، ومن بعد مرور شهر واحد فقط غادي تلاحظي اختي النتيجه باذن الله. كنتمنى اخواتي تجربوا هاد الوصفه ديال اليوم وتردوا لي الخبر في خانه التعليقات باش تعم الفائده، وكنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاجابه ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي مازال ما اشتركوش، كنتمنى منهم يشتركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.